إن تحسين الجودة في التعليم أو المؤسسة التعليمية يعني منع وقوع الأخطاء في العملية التعليمية وكل ما يتعلق بها، إذ تتطلب هذه العملية إيجاد آليات وإجراءات تطبق في الوقت الصحيح الملائم لتحقيق النوعية المرغوب فيها من المنتج أو الخدمة. أهمية تحسين جودة التعليم وانعكاساته على العملية التعليمية في التقرير التالي. تحسين جودة التعليم هو عملية إيجاد آليات وإجراءات تطبق في الوقت الصحيح لتحقيق النوعية المرغوب فيها بالنظام التعليمي. تتضمن عملية التحسين شروطاً أساسية أبرزها وجود رؤية وغاية لدى المؤسسة التعليمية ترمي إلى ضمان الجودة، توافر إجراءات عمل واضحة لتنفيذ عمل المؤسسة، ووجود نظام إداري يتناول المدخلات البشرية والمادية، كذلك تحديد الإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ووضع المعايير اللازمة لقياس الأداء والحكم على الجودة. طريقتان أساسيتان معتمدتان للحصول على منتج تربوي حقيقي يناسب المراحل المتطورة ويواكب التقدم السريع الذي يشهده العالم. أهمها طريقة الاعتماد، تقوم على مبدأ جودة المدخلات تؤدي إلى جودة المخرجات، وعلى هذا الأساس فهي تشدد على جودة مدخلات النظام التعليمي في مؤسسات التعليم وتوافر سمات الجودة فيها بما في ذلك جودة الطالب وجودة المعلم. والثانية طريقة التقييم، إذ تشدد هذه الطريقة على تقييم مخرجات النظام التعليمي في المؤسسة التعليمية أكثر من التشديد على تقييم المدخلات، وتهتم بتقييم الطالب المتخرج، مواصفاته ومدى تمكنه من تلبية متطلبات سوق العمل، بوصف المتخرج منتجا للمؤسسة التعليمية ومنتفعا من الخدمة التعليمية في الوقت نفسه، كذلك تهتم بتقييم مكانة المؤسسة التعليمية في أذهان الناس وغير ذلك مما يتصل بالمخرجات. ومعنا الاختصاصية التربوية الدكتورة لائقة الحمامي. صباح الخير. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك معنا. شكرا كثير لقناة المملكة اللي بتتابع التطورات والتحسينات. أهلا فيكي. دكتورة فيكي. بداية خلينا نحكي ونشرح للمشاهدين عن نظام كايزن. شو هو نظام كايزن بشكل عام؟ نظام كايزن هو نظرية يابانية معناها التحسين المستمر، هو عبارة عن مقطعين، كاي التحسين وزن المستمر، معناها أنه أنا أستمر في حياتي بالتحسين، ما يكون في يوم بحياتي ما في تحسين لو أشياء بسيطة. نعم. ما أرضى بالخطأ، ما أرضى بالهدر، والهدر حسب كايزن عندنا 8 أنواع مش نوع واحد، فكل هذا مفروض يتعالج. كيف أعالج المشاكل بطريقة بسيطة بطريقة غير مكلفة؟ وإحنا بتعرفي طالعين من كورونا والوضع الاقتصادي الوضع المادي مش كتير جيد، فبدنا طرق وآليات تساعدنا إنه نحسن حياتنا بدون تكلفة وبدون أعباء. طيب علمينا. أوكي، هلأ أنا بديت بتدريب كايزن للناس الكافة، يعني مش نعم. لناس معينين. بديت أعمل دورات تدريبية حتى أعلمهم كيف بيقدر يحسن حياته بطريقة مستمرة كل يوم، ما أرضى أنه اليوم يكون زي اليوم اللي قبله. كل يوم لو تحسين بسيط، يعني مثال، أنا مثلا بدي أنزل وزني، هلأ بعيد عن العملية التعليمية، بدي أنزل وزني، مش مفروض مني أنزل بشكل كبير، كل يوم بنزل لو شوية. تخيلي أنه كل يوم بس أستمر لمدة سنة، مفروض 20% تكون اتغير من كل نظام حياتي، على 5 سنين تغيير 100%. هذا الإشي الحلو، إنه ما أرضى أستمر زي ما أنا. نعم. هلأ هذا في نظام حياتي، في نظام العمل كمان، يعني إحنا بحاجة دائما نتطلع إنه يكون إشي ذاتي، إنه أنا بروح على عملي كل يوم حتى لو المدير ما طلب مني، كل يوم لازم يكون في تغيير بسيط في حياتي، في طريقة عملي، في طريقة تعاملي مع المدير، في طريقة تعاملي مع زملائي، في طريقة التعاون بيننا. كمان كايزن بتنادي لموضوع الاقتراحات، يعني كايزن في العمل ما بتطلب من شخص واحد يكون هو المسؤول عن القرارات، كل حدا له دوره، يعمل في المؤسسة يجب أن يكون له دور في التحسين المستمر. نعم. هذا هو يعني. نعم. هلأ خلينا نشرح أكثر عن موضوع الدراسة، كيف ممكن نطبق هذا الكلام على الطلاب وعلى الدراسة على التعليم. هلأ أنا بدي أعلم المعلم أنه إحنا كل يوم مفروض في عملنا طريقة شرحنا، طريقة حتى تقييمنا للطلاب. نعم. طريقة أدائنا في الصف، طريقة تعاملي مع المدير، مع ولي الأمر، مفروض كل يوم يكون في تحسين مستمر. ما بصير أنه أنا اليوم زي مبارح، إذا أنا وقفت معناته في خطأ،
لو تحسين يعني 1%، لكن ما بمر يوم بحياتي إلا يكون في تحسين مستمر. يعني المعلم بيعرف مثلا أنه أنا اليوم عملت هاي الخطوة بهاي الطريقة، بكرة بدي أفكر كيف بدي أحسن عليها ولو إشي بسيط. إشي تاني، الهدر ممنوع، الهدر في الوقت، الهدر في الصحة، الهدر في المعنويات، الهدر في المال، أي نوع من أنواع الهدر. كمان المعلم بده يكون عامل خطة أنه أنا بدي أوقفه. الخطأ لا بكايزن تختلف عن أي مكان تاني، إحنا عادة الخطأ بيكون موجود ومنعالجه على راحتنا. نعم، خاصة في العملية التعليمية أنا الخطأ مفروض مباشرة، أول ما صار خطأ مباشرة أعترف بالخطأ وأكون عارفة وين وأصححه مباشرة. هذا هو اللي بيفرق كايزن عن غيرها، الخطأ مفروض ما يستمر. يعني في شركات عالمية استعملت كايزن وفعلا كانت من أنجح الشركات. طيب هلأ كايزن بيشتغل بشكل فردي ولا ممكن يكون العمل فيه بشكل جماعي؟ هلا الاصل هو كايزن بشكل منظمات وشكل جماعي. نعم، لكن انا التغيير اللي عملته انه انا طبقته على الفرد، لانه بتعرفي النجاح الفرد بيمتد لنجاح المنظمات والمؤسسات. نعم، فحتى الافراد بيقدروا يطبقوه في حياتهم، وانا كشخص طبقته على حياتي واختلفت حياتي قبل كايزن وبعد نعم كايزن. طب يعني بالعملية التعليمية كمان بتفضلي دكتورة أنه يتطبق على كل شخص؟ أكيد. على حدة؟ أكيد، مش بشكل مجموعات كونه إحنا مثلاً عم نشتغل بمدرسة واحدة أو بمؤسسة واحدة فبحاجة لتكاتف الجهود أكبر. هلأ إحنا بنبدأ نطبقه على الأفراد، لكن لما كل فرد بطبقه صار الثقافة وصار الكل يطبقه، عرفتي كيف؟ نعم، يعني أنا ببدأ بالأفراد لكن كمان لازم يكون ثقافة في المدرسة. نعم، وهل عشان تكون النتيجة أفضل يفضل أنه مثلا المعلمين أو الهيئة التدريسية تشتغل على هذا النظام والطلاب أيضا؟ طبعا هذا من الأشياء اللي إحنا عم نشتغل عليها كفريق كايزن. نعم، أنه أنا بدي أدرب المعلمين على تطبيق كايزن بشكل عملي في حياتهم كل يوم، أنه كيف يحسن حياته في أساس في مبادئ معينة بده يتبعها، في أسس معينة يبعد عن الهدر. لازم يكون في تدريب للمعلمين وللطلبة حتى يصير يستقبلها العقل ويقدر يطور حياته فيها. نعم، قديش لكم بتعملوا هاي التجربة؟ إلنا تقريبا 2، لكن بشكل عملي ومكثف أكثر إلي 1 مع فريق كايزن. يعني عندي تقريبا فريق من 100 شخص عم نشتغل مع بعض. طبعا في 10 أشخاص هم القيادة والإدارة، لكن في 100 شخص عم نحاول نشتغل في كافة القطاعات. لكن أنا كوني معلمة 24 سنة فحبيت أنه أبدأ في قطاع التعليم. طب بعد العمل بهدول 2 وبالتركيز بسنة واحدة، شو لقيتي أكثر التحديات اللي ممكن يعني تواجهنا بقطاع التعليم بأنه إحنا نقدر نطبق هذا النظام، نظام كايزن؟ أكبر تحديات هي تقبل المدير بصراحة. عندنا مشكلة في مرونة المدير، إحنا دائماً بنقاوم التغيير. يعني أول ما تقولي لي أنا مرتاحة، أنا في منطقة الراحة مرتاحة بهالطريقة، ما بدي حدا يجي يقول لي غيري نظامك غيري طريقتك. فأكثر مشكلة بتواجهني بصراحة هي الإدارة. يعني أنا كثير درت على مدارس وزرت مدارس، المشكلة في المدير لما يتقبل الفكرة. المعلمين على فكرة منفتحين وبيقبلوا التغيير، بس المشكلة القرار في إيد مين؟ في إيد الإدارة. إذا رفض للأسف الإدارة عادة ترفض العمل بهذا، لأنه في إجراءات وفي إمكانيات وفي وقت وفي خطة سنوية، ويعني ما بعرف ما في مرونة. وكايزن تتطلب المرونة، يعني أصلاً أنه أنا مفروض أكون مرنة أتقبل التغيير. وأنا هذا اللي عم بحاول أنه تصير ثقافة مجتمعية. يعني أنا صح بدي أركز على المعلمين، لكن فعلاً أنا كمان بدي تصير ثقافة مجتمعية الكل يتقبلها. طب كم عدد الملتحقين معكم ببرنامج كايزن؟ هلأ الجروب المجموعة تقريباً 100، لكن أنا اللي أخذوا الدورة تقريباً يعني 200 شخص، لأني أعطيتها بشكل مجاني لمدة 1، وبعدين بديت أعطيتها على شكل دورات مكثفة. نعم، وطويلة. طب واللي بياخذ هاي الدورة هل رح يكون قادر على برضه تعليمها ونقلها لناس آخرين؟ ما هو المفروض أنه كلنا سفراء كايزن، يعني أنا سموني سفيرة كايزن، وأنا عم بحاول أنه يكون أكبر في عدد أكثر. نعم، سفيرة كايزن أنه في نطاق عملك في نطاق بيتك أنشر ثقافة كايزن، وفعلا صاروا يرجعوا لي ويشكروني أنه فعلا غيرت حياتي. نعم، نشكرك. شكرا جزيلا لك. كانت معنا الاختصاصية التربوية الدكتورة لائقة الحمامي. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. عفوا.